أنفة وهون أنفة وهون بحر أنفة. مشوا معي تنتعرف على جمال أنفة. يلي بيقول أنفة بشمال لبنان بيقول ذهب أبيض. ليش؟ من جيل لجيل انتقلت مهنة استخراج الملح بأنفة وبيعه، وورثوا الأولاد عن أهلهم ملاحات. هي عبارة عن برك منتشرة على شاطئ البحر بتجر لها المي من خلال مضخات هوائية بتشتغل عبر مراوح، واشتهرت المنطقة أيضاً بصناعتها هيدا. كان السجرن نجمع الوصفات هيك، بعدين بس نخلص الكنيس ننطر يومين بتكون طلع الملح بهيدا الجرن. صار لي أنا يعني شي 25 سنة كنت، وقبل مع هي المصلحة مع الوالد وأنا مكفى عنه. من بعد ما تزوروا ملاحات أنفة بتستوقفكن السياحة الدينية هونيك. ثلاث كنايس إلى جانب البحر بتكشف عن هوية الحضارات يلي مرت على المنطقة، ومنها الصليبية والبيزنطية. كنايس القديسة كاترينا ومار سمعان ومار مخايل، وسيدة الريح أقدم كنيسة بالشرق الأوسط بتتميز برسوماتها على الجدران يلي عمرها فوق 1800 سنة. ولا دير سيدة الناطور قصة تانية، فهيدا الدير يلي عمره كمان 1000 سنة اتخذ اسمه من قصة لص، ندم على كل أفعاله وقرر يتوب ونطر التوبة. وعلى بعد أمطار بتستوقفك منطقة بتشبه اليونان مع شاليهاتها وبيوتها البيضاء والزرقاء، تحت الريح أو سانتوريني لبنان مثل ما البعض بيسميها. هون فيك تختار تتغدى أو تتعشى بأحد المطاعم والمقاهي المطلة مباشرة على البحر، وتعمل غطسة ببحر أنفة. نحن جايين من بيروت وجينا لهون، شفنا إنه في أنفة في مطرح صاير كتير حلو، ونحن من الناس كتير حابين نشجع السياحة الداخلية. Je viens de France. On est venu passer la journée à Anfé. Ça nous rappelle la Grèce. ومن أجمل المحطات يلي حلو تزوروها على غروب الشمس قلعة أنفة الأثرية، هالكنز المخبى بالبلد الشمالية ويلي بتعود للحملات الصليبية. أنفة ناطرتكن، ومناطق لبنان ناطرتكن هالصيفية إن كنتوا هون أو جايين من برا.